قوله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عندنا هنا في قوله لقد ثلاثة مؤكدات: اللام والقسم المقدر قد، والخبر عند أهل البلاغة ثلاثة أنواع: ابتدائي وطلبي وإنكاري. وهنا خبر، فمن أي أنواع الخبر؟ أهو ابتدائي أم طلبي أم إنكاري؟ هنا خبر إنكاري، لأنه يجب أن تأتي بأكثر من مؤكدين، وذلك إذا كان المخبر منكرا. لقد جاءكم، قد مر معنا أن لها أنواعا، لكن قد هذه لها فائدة أخذت معنا في النحو، وفائدتها ظاهرة من هذه الآية. لقد جاءكم، قد كما قلنا تقرب الفعل الماضي من زمن التكلم، فقولك جاء زيد يختلف عن قولك قد جاء زيد، فإن في الجملة الأولى جاء زيد هو جاء في أي زمن مضى، وقد يكون هذا الزمن بعيدا، لكن إذا قلت قد جاء زيد فإن مجيئه قريب من زمن تكلمك. وهنا لقد جاءكم، وفي هذا تقريب لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم من زمن هؤلاء، فإنه ليست هناك مسافة طويلة في الزمن بينكم وبينه، إنما مجيئه قريب من زمنكم، يعيش بينكم، تعرفون أصله وتعرفون نسبه وتعرفون أخلاقه وتعرفون ما هو عليه في طفولته وفي صباه وفي شبابه وفي كهولته. والخطاب هنا إذا قلنا بهذا لابد أن يكون على هذا الكلام أن يكون الخطاب موجها للعرب، لأنه لو كان خطابا موجها للجميع فإن الزمن طويل. وحتى لو قيل هذا الخطاب هو لجميع البشرية فإن الزمن ليس بطويل. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتف، فالأمر قريب جدا، فيكون حالنا مثلا مع زمن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قريب، ليس بعيدا. رسول، رسول على وزن فعول بمعنى مفعل، أي مرسل، رسول يعني مرسل. كلمة الرسول قد تطلق على غير الأنبياء، ولذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسلا، وقال عليه الصلاة والسلام لرسولي كسرى: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. فيكون هذا الرسول هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ ما بعد هذه الكلمة من ذكر ماذا؟ صفاته عليه الصلاة والسلام. الدليل الثاني أنه أوضح عز وجل أنه من الله، قال تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، قال رسول من الله، وهنا قال من أنفسكم، وفيه قراءة لكنها شاذة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من النفاسة يعني، فهو الأفضل والأشرف. المؤكدات الثلاثة الماضية تؤكد ماذا؟ تؤكد ما جاء في صفات النبي عليه الصلاة والسلام في الآية. ما هي هذه الصفات؟ عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، رسول. إذن هذه الصفات الأربع، هذه المؤكدة منصبة على ماذا؟ على أنه رسول، وأنه يعز عليه ما عنتم، وأنه حريص عليكم، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم، هذه الصفة الثانية، عزيز عليه ما عنتم. عزيز، هذه الكلمة تدل على القوة والشدة، العين والزاي يدلان على الشدة والمشقة، فمعنى عزيز يعني يشق عليه. ما الذي يشق عليه؟ ما عنتم، أي يشق عليه عنتكم. وما هنا مصدرية ليست موصولة، ومما يدل على أن العنت والمشقة قوله تعالى لما أباح من لم يجد مهرا للحرة أو ثمنا للأمة أباح له أن يتزوج بالأمة المسلمة بهذين الشرطين، قال تعالى ذلك لمن خشي العنت منكم. حريص عليكم،
الحرص هو بذل الجهد والطاقة في تحصيل أمر. إنسان حريص على شيء يعني هو باذل جهده في توفير هذا الشيء أو في المحافظة عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا كان حقا عليه أن يبين لأمته ما هو خير لهم وأن يحذرهم مما هو شر لهم. عزيز عليه ما عنفتم، يريد ماذا؟ أن يدرأ عنكم المفسدة. حريص عليكم، يريد أن تحصل لكم المصلحة. ومن أعظم المصالح التي تكون للأمة هو المحافظة على التوحيد. ومن أعظم المفاسد التي تنزل بالأمة الوقوع في الشرك. الصفة الرابعة: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ماذا يفهم من هذه؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم، الذي يفهم منه أنه شديد على الكفار. قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. هنا وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رؤوف ورحيم. ثم قال عز وجل: فإن تولوا. هنا تغير الأسلوب. الأسلوب الأول أسلوب خطاب، وهنا أسلوب غيبة. لقد جاءكم خطاب، رسول من أنفسكم خطاب، عزيز عليه ما عنتم خطاب، حريص عليكم خطاب. فقال: فإن تولوا، ولم يقل فإن توليتم. هذا يسمى انتقالا من أسلوب إلى أسلوب آخر، وعند البلاغيين يسمى التفاتا، التفات من أسلوب الخطاب إلى أسلوب الغيبة.